أهلا بكم مشاهدينا في بانوراما، يقدمها لكم اليوم إبراهيم بدر، وهذه عناوينها. السودان، جولة جديدة من الاشتباكات، والجيش يعلن تعليق المفاوضات مع الدعم السريع، فهل عادت الأزمة السودانية إلى المربع الأول؟ بوساطة عمانية، مفاوضات نووية بين واشنطن وطهران، هل ستزيل الدبلوماسية عقبات الملف النووي أم ستزيد من مخاوف وقلق إسرائيل؟ وسط مخاوف كبيرة من العودة إلى المربع الأول، تطورات متسارعة تشهدها الأزمة السودانية في الأيام الأولى من تمديد الهدنة القصيرة، جولة جديدة من الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، صاحبها إعلان مفاجئ من الجيش بتعليق مشاركته في مفاوضات جدة. دوي إطلاق النار سمع في أماكن متفرقة من الخرطوم، قصف مدفعي في شمال أم درمان صاحبه تحليق طيران الجيش الحربي في سماء المدينة. الانتهاكات المتكررة دفعت الجيش السوداني إلى إبلاغ الجانب السعودي والأمريكي الذي يبذل جهودا لتسهيل الحوار بتعليق مشاركته في مفاوضات جدة دون الانسحاب منها وفق مراسلة العربية. الجيش أوضح أن الهدنة لا معنى لها بسبب انتهاكات الدعم السريع المستمرة للبنود المتفق عليها، كما علل تعليق مشاركته بأن قوات الدعم السريع رفضت الانسحاب من المستشفيات والمرافق الطبية ومنازل المواطنين. المفاوضات بين ممثلي القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان كانت انطلقت قبل 3 أسابيع في جدة وسط جهود سعودية أمريكية لتسهيل الحوار، وأفضت إلى هدنة قصيرة امتدت ل7 أيام في 20 مايو، ثم مددت ليلة الاثنين الماضي ل5 أيام أخرى من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية ومناقشة وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. ندعو الشعب السوداني إلى الانتباه إلى مخططات الفلول وحملات التضليل. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من القاهرة شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومن الرياض الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع ضيفي من الرياض الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. سيد فتح الرحمن، بداية، لماذا قرر الجيش تعليق المحادثات في جدة؟ وباعتقادكم الأسباب التي قدمها، هل هي أسباب وجيهة؟ طيب، شكرا جزيلا السيد إبراهيم، والتحية لك والتحية للأخ شريف من القاهرة، والتحية للمشاهدين الأعزاء على امتداد البث. أعتقد أن الهدنة يعني ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الهدنة تحاول قوات الدعم السريع أن تمارس فيها منهجية خفية، والمنهجية الخفية هي منهجية احتلال موطن أو مساكن المواطنين للاحتماء فيها ولحماية أنفسها، وكذلك ممارسة القنص وممارسة الاختراقات بشكل أفضل. يبدو أن هذه منهجية مرسومة بدقة، وواضح جدا من خلال هذه الهدن أن هؤلاء قوات الدعم السريع تنفذ هذا المخطط إلى أن وصل إلى أفشع صوره الآن. لا حد الآن يتحدث إلا عن من قتل اليوم أو غدا أو بعد غد. قبل يومين فقط تم اقتحام شخص مهم جدا وهو الدكتور حسن حسين،
وهو رجل عالم، أكبر عالم في هندسة الطرق، تم اغتياله في بيته في كافوري، يعني عندما رفض الخروج والخنوع إلى أوامرهم أطلقوا عليه الرصاص وألقوه سريعا على الأرض. وهذا مثال بسيط، ولكن الأمثلة كثيرة. حتى الآن هناك رصد لأكثر من 48 ألف وحدة سكنية داخل الخرطوم تم احتلالها، وبالتالي هذه منهجية تتبعها قوات الدعم السريع، حتى يعني عندما تكون هناك هدنة يمكن أن تفعل أفاعيلها ولا يدري عنها المراقبون، بينما عندما يرد الجيش يكون واضحا أن الجيش خرق الهدنة باعتبار أنه يمارس أحيانا ممارسة الاتحاد الإفريقي. قال على لسان مدير إدارة الصراع في مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن الطرفين لم يلتزما بالهدنة، وبالتالي ما تقوله عن قوات الدعم السريع ينسحب أيضا على الجيش، وهذا طرف محايد، المفترض أنه محايد. طبعا الاتحاد الأفريقي يعني هو للأسف الشديد بطيء في الاستجابة، ورؤيته الاستراتيجية قاصرة جدا، بدليل أنه لم يفعل آليات كثيرة كان يمكن أن يفعلها لإيقاف الحرب من بدايتها، وكان يمكن أن يكون بعد ذلك هناك احتواء للصراع من خلال يعني الاستفادة من مفاوضات جدة، ولكن حاول أن يكون هم بمعزل عن مفاوضات جدة وبذلك فشلوا. وهذا الفشل يحاولون أن يحاولوا يتزرعوا بزرائع مختلفة، منها أن هناك خروقات، يس هناك خروقات من الطرفين، يس هناك خروقات من الجيش وخروقات من قوات الدعم السريع، ولكن في ظني خروقات القوات الجيش السوداني هي ردا على الممارسات قوات الدعم السريع التي قد لا يراها الآخرون. طيب دعنا نستمع إلى رأي الأستاذ شريف محمد عثمان من القاهرة، تعليقك على ما تفضل به الأستاذ فتح الرحمن يوسف، والأسباب التي ترى، الأسباب الحقيقية التي ترى أنها دفعت الجيش لتعليق مشاركته في هذه المحادثات بجدة. أولا مساء الخير عليك أخي إبراهيم، ومساء الخير على الأستاذ عبد فتح الرحمن، ومساء الخير على كل متابعي قناة العربية. صحيح، هو لما حدث اليوم وما صدر من بيان من القوات المسلحة بإعلان تعليق مشاركتها في مفاوضات جدة، وعددت في ذلك عدد من الأسباب، أعتقد أن هذا قرار أيضا هو قرار موسف صراحة بالنسبة لرغبة السودانيين ولآمالهم في أن تصل هذه المحادثات إلى نتائج ملموسة تعالج القضايا التي من أجلها تم توقيع هذه الاتفاقات، بدءا من إعلان المبادئ ومن ثم التوقيع على إعلان الهدنة وتمديدها لخمسة أيام أخرى. من الواضح أنه في عجز تام في الالتزام بهذه الهدنة، وفي هذا الوقت يجب علينا أن ندفع الطرفين الذين صمما آلية المراقبة لهذه الهدنة، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية، أيضا بأن يعرضوا تقاريرهم على الطرفين، وأن يعملوا على ضغط الطرفين بكل الوسائل المتاحة من أجل الالتزام بما تم التوقيع عليه وما تم الاتفاق به في هذه الهدنة والهدنة الممددة، من أجل تتمكن الجهات التي ستستفيد من هذه الهدنة، سواء كان بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي حتى هذه اللحظة لم يتمكن السودانيين في مناطق عديدة، في ولاية الخرطوم، في ولاية غرب دارفور، في ولاية وسط دارفور، وأيضا في جنوب دارفور، هذه الولايات لم تستفيد من هذه الهدنة حتى هذه اللحظة بسبب الخروقات المستمرة لهذه الهدنة. يعني السؤال سيد شريف، من يتحمل مسؤولية هذه الخروقات؟ الجيش يتهم قوات الدعم السريع بأنه كما تحدث الأستاذ فتح الرحمن بأنه يقوم باحتلال المنازل، يقوم بقنص الناس، يقوم بمحاولة مسك الأرض واستغلال هذه الهدنة، لكن في المقابل الناس في السودان كانت تنتظر أن ينطلق الدخان الأبيض من جدة، لكنها فوجئت باستمرار انطلاق سحب الدخان الأسود في العاصمة وباقي الولايات السودانية.
بالتأكيد طبعا هم القوات المسلحة في أكثر في نشرات اللي بتتم نشرها خلال مساء كل يوم هي بتنشر وبتعدد انتهاكات قوات الدعم السريع، وكذلك قوات الدعم السريع مساء كل يوم تعدد انتهاكات للقوات المسلحة. وأيضا نستمع إلى إفادات من السودانيين الموجودين في العاصمة الخرطوم في الولايات السودان المختلفة التي تتعرض بهذه الحرب اللعينة، نستمع إلى إفاداتهم. أحيانا كثيرة يكون الانتهاكات من جانب الدعم السريع، وأيضا في أحيان كثيرة تكون الانتهاكات عبر ضرب مدفعي أو بالطيران من القوات المسلحة. من الواضح أن هذه أن الحرب ما لم تكن هناك آلية مراقبة محكمة، من الواجب الآن هو البحث سبل تطوير آليات المراقبة من أجل إلزام الطرفين بأن يلتزموا. يعني أنت تعتقد أن المشكلة في آليات المراقبة أم وجود رغبة حقيقية لدى المكونين العسكريين لحقن دماء السودانيين؟ يعني المشكلة هي يعني إذا شفتني شفتني أو إذا ما شفتني خلص بطلق النار، أم أنه يجب أن يتحلى الطرفان بالمسؤولية، لأنه هذا الموضوع موضوع خطير إذا ما استمر؟ بالتأكيد هما أولاً الطرفان لم يتعاملا مع كل القضية السياسية والأزمة السياسية الراهنة في السودان منذ ثورة ديسمبر المجيدة. نفذوا عدد من العقبات في مواجهة هذا الانتقال والتحول المدني الديمقراطي، بدءا بفضل الاعتصام ومن ثم انقلاب 25 أكتوبر. لم يتعاملوا مع كل قضية سلامة السودان واستقراره بقدر مسؤول. حقيقة هم ارتكبوا عدد من الأخطاء خلال الفترة الماضية وما زالوا يرتكبوا العديد من الأخطاء، لكن نحن الآن مدركين لأن الطرفين لا يمتلكان الإرادة الكافية لإعلان وقف هذه الحرب، لكن على جهود السودانيين والسودانيات في الداخل برفض هذه الحرب، هذه القوى المدنية والديمقراطية التي اتخذت هذا الخيار، هذا سيساهم في الضغط على القوات المسلحة والضغط على قوات الدعم السريع، وأيضا على شركاء السودان من المجتمع الدولي والإقليمي وأيضا دول الوساطة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. عليهم أن يبذلوا مزيد من الجهود في مسارين: المسار الأول في ممارسة الضغوط السياسية على الطرفين بأجل الالتزام بهذه الهدنة، وأيضا بحث سبل تطوير آليات المراقبة ونشر التقارير بشكل جيد. طيب دعنا نستمع إلى تعليق من السيد فتح الرحمن يوسف على ما تفضلت به. يعني معظم النزاعات السابقة السودان يعني له تاريخ طويل بهذه النزاعات، لكن هذه النزاعات لم تكن يوما في قلب العاصمة الخرطوم، وبالتالي هذا يجعل الكثير من السودانيين يشعرون بحالة من الرعب. برأيك تداعيات وقف هذه المحادثات واستغلال محادثات جدة كيف يمكن أن تنعكس على واقع السودانيين؟ طيب شكرا جزيلا، يعني شكرا لك وللأخ شريف. أنا طبعا يعني أتفق مع أخي شريف، حقيقة الحرب هي عبثية، ومسألة إيقاف الحرب هي مسألة مطلوبة وإنسانية، وهذا لا شك فيه. طبعا الهدنة تم تعليق المفاوضات، ولكن سيكون المسار يعني مفتوح، أعتقد ذلك. ولكن أختلف مع أخي شريف في جزئيات مهمة جدا. نحن هذه الجزئيات خلينا ننطلق مما قلت به أنت الآن يا سيد إبراهيم، قلت لأول مرة تندلع حرب في الخرطوم، وهذه هي هذا هو المحك. يعني يجب الآن أن لا نتحدث عن طرفين من الـ من الـ من الـ الظلم بمكان، نتحدث عن طرفين، لابد أن نتحدث عن حاجة اسمها قوات الجيش السوداني، المؤسسة الوطنية القومية التي تضم في أجنحتها جميع أجناس وقبائل السودان، بخلاف قوات الدعم السريع التي هي مكون قبلي بحت، وحتى قادته يعني التقلوا. يعني أنا ما لم أرى مؤسسة قومية تحترم نفسها يكون القائد ونائبه ونائب نائبه، وإلى أن نصل إلى 20 أو 30 يكون من بيت واحد ومن بعدك أولاد عمومه وكذا. هذا أصلا يعني تركيبة كانت يعني تركيبة كانت غير سوية أبدا وغير منطقية. ولكن لما نتحدث عن طرفين يجب أن نتكلم عن قوات الجيش السوداني، وهي ليست البرهان،
يجب أن نتكلم عن قوات السودان، قوات التي يعني دائما نقول هي عمرها أكثر من 100 عام، وهي نتاج لنوات دفاع قوات دفاع السودان التي نال السودان بسببها الاستقلال. لا يمكن أن نقول طرف نقول طرفين ونحطها بالتساوي مع قوات ماليشية. للأسف الشديد أنا كنت أحترمها إلى عهد قريب، لكن الآن لا أحترمها، لأنها الآن كيف يمكن أن نتحدث عن خروقات عسكرية واضحة وهي ترتكب أفظع جرائم في الدنيا وأفظع جرائم إنسانية. يا رجل الآن يتم الاغتصاب، يتم النهب والسرقة، احتلال البيوت، المستشفيات تتحول إلى سكنات عسكرية، الجامعات دمرت، المكتبات، العلماء يقتلون. هل في انتهاك أكبر من ذلك؟ هل بعد كل هذا الجرم الكبير نتحدث عن طرفين؟ أنا أعتقد في هذا ظلم يا أخي شريف. وأعتقد شيء آخر، صحيح أن هناك حتى الانقلاب الذي نتحدث عنه، انقلاب 25 أبريل، قوات الدعم السريع كانت جزء منه. لماذا انقلبت عليه؟ انقلبت عليه لأنه للأسف الشديد كانت قوة الحرية، وأنا لا أقول كل القوة، لكن أقول بعض أفراد قوة الحرية والتغيير كان لهم القطح المعلى في إشعال هذه الفتنة وهذا الذي يحدث الآن. لأنه حدث ما بين القوات الدعم السريع وما بين هؤلاء الأفراد، يعني ما أتى بهذه الحرب إلى الخرطوم لأول مرة في تاريخ السودان. يعني يحدث، يعني نحن شهدنا 50 سنة عراك بين أخواننا في جنوب السودان وفي السودان، يعني لم تصل طلقة واحدة حتى إلى على بعد 1000 متر من الخرطوم. فما بالك سيد فتح الرحمن، يعني أنت أيام قليلة تناولت عدد كبير. أنا أحمل بكل صراحة، لو سمحت لي سيد إبراهيم، أحمل والله قوة الحرية والتغيير أو خاصة الذين وضعوا يدهم على أيدي قوات الدعم السريع هذه، لأنهم يعتبروا نفسهم نخبويين ويعتبروا نفسهم سياسيين ويعتبروا نفسهم مفكرين. طيب وضحت فكرة، دعنا نسمع في استشارية قوات الدعم السريع. رأي سيد شريف العظيم ورد على كل ما هذه قلته. الحرب تحمل وزرها بالمقام الأول مع قوات الدعم السريع، هؤلاء الذين ينتمون إلى قوى الحرية. أستاذ شريف، اتهامات مباشرة لقوات الدعم إلى هذا، يعني لقوات الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير، بأنها ربما في العلن تبدي رغبتها بوقف إطلاق النار، لكن في السر هي تدعم وتشجع قوات الدعم السريع على الاستمرار في هذه المواجهة. في أكثر من مرة صدرت هذه الاتهامات، وقال بأنه قوات الجيش هي قوات نظامية لديها تاريخ عريق، بينما قوات الدعم السريع مكونة من قبائل وتركيبتها غير سوية، تقوم باغتصاب النساء وقتل العلماء. كيف تردون على كل هذه الاتهامات؟ اولا شكرا، يعني اعتقد انه ضيفك برضه اورد عدد من المعلومات غير صحيحه وغير دقيقه. هو بنفسه في 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 معرض حديثه قال انا كنت احترمها حتى وقت غريب. من انشا هذه القوات حتى وقت غريب؟ اعضاء مجلس السياده، الفريق ياسر عطا والفريق كباشي، كانوا يؤدون التحيه لقائد الدعم السريع، وبحكم رتبته ومنصبه ووظيفته هذه القوات من انشاها ومن عمل معها طيله هذه السنوات هي النظام البائد، ومن ثم القائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقضية توحيد الجيوش نفسها لم تكن قضية عبد الفتاح البرهان ولم تكن قضية القوات المسلحة، هذه القضية وهذا الجندي هي من طرحته القوى المدنية، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات عظيمة حتى وصلنا إلى صيغ متوافق حول عملية الدمج والإصلاح. أما الحديث عن محاولة إلصاق هذه الفرية وهذه الكذبة، هذه الكذبة من أطلقها ومن عمل على الدعاية والتسويق لها والترويج لها هي فلول النظام البائد منذ فترة قبل حتى اندلاع الحرب في 15 أبريل. كنا نستمع إلى هذه الدعاية الكاذبة من عناصر بارزة، من علي كرتي ومن أنس عمر ومن الجزولي، بمحاولات الربط قوى الحرية والتغيير مع قوات الدعم السريع. وهذا الحديث أيضا هو مردود وغير صحيح. قوى الحرية والتغيير كانت تعمل بشكل دائم متصل من أجل معالجة الخلافات والتباينات ما بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع كما تعمل عليها الآن. نحن الآن مستمرين في بذل الجهود، لدينا تواصل مستمر ودائم مع قادة القوات المسلحة، لدينا تواصل مستمر، نحن ننظر للأهداف العليا للبلاد ولا ننظر إلى هذه القضايا الثانوية. وعموما
بشكل عام قد قوات الدعم السريع في التوقيع في هذا الاتفاق الذي وقع في مدينة جدة، وقع من جانب القوات الدعم السريع وتم التوقيع بجانب القوات المسلحة. هذا الوضع هو وضع معقد، فيه تعقيدات قانونية بسبب قانون الدعم السريع الذي أنشاه النظام البائت في العام 2014 والتعديل 2017. كل هذه الأمور يجب وضعها في الحسبان. نحن الآن أمام أزمة، بإمكان كل الناس أن يوصفوا الانتهاكات والجرائم، لكن هذا لن يفيد السودانيين الذين يعيشون الآن تحت طائلة الحرب. السودانيين يحتاجون الآن إلى آليات محددة للوصول لصيغة متوافق حولها توقف هذه الحرب وتستعيد مسار الحياة السياسية. سأعود لدور المكون المدني والأحزاب السياسية، لكن هذه الحرب، هذه النقطة وهذه الاتهامات أيضا تنسحب على الجيش المتهم بأنه يتعرض لضغوطات من القيادات الإسلامية في داخل الجيش، وبالتالي هي لا ترغب بأن يتم التوصل للاتفاق وأن يبقى ربما تبقى قوات الدعم السريع شريك للجيش وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وأيضا هناك اتهامات بأنه فكرة الجيش بتسليح المدنيين هي فكرة خطيرة، يعني حتى حاكم إقليم دارفور دعا صراحة كل مواطني دارفور لشراء أسلحة كلاشنيكوف لحماية منازلهم. وبالتالي هذه الدعوات من الجيش إلى أين تتجه بالبلاد سيد فتح الرحمن؟ شكرا جزيلا أخي إبراهيم، وشكرا جزيلا أيضا لأخي شريف. أنا أختلف مع أخي شريف فيما قال، هو تحدث على أنه أنا أحترم، كنت أحترم قوات الدعم السريع لوقت قريب. يس، لماذا؟ لأنها كانت تخضعنا بأنها هي تقف وتنحاز إلى الشعب السوداني. لماذا احترمها؟ لانها كانت تدعي انها ستحمي الحريه والديمقراطيه وهذه الشعارات التي حتى الان لا نرى لها اي وجود. هذا لماذا انا احترمها؟ لكن اذا تحدثت عن مساله قوى الحريه والتغيير، نحن انا تابعها متابعه دقيقه، ولا بد ان نكون شجعان نعترف بالاخطاء لنصحح الاخطاء. اذا لم نكن شجعان لن تقوم لهذه البلاد قائمة أبدا. قوى الحرية والتغيير، وأنا دائما لا أقول كل القوى، هناك أناس أنا أعلمهم جيدا ويعملون بصدق، ولكن أنا أعلم أن هناك وأعرف وكثيرون يعرفون أن بعض قوى الحرية والتغيير يعني للأسف الشديد صنعت هذا الشكل من الهزال وهذا الشكل من الانهيار. أنا كنت أود أن أسمع منك سيد يعني فتح الرحمن بس رد يعني. في نقطة مهمة خلينا نكسب الوقت، موضوع يعني الضغوط التي يتعرض لها الجيش أيضا من القيادات الإسلامية، هل يمكن أن تنفيها؟ طيب أنا في هذه الحتة للأسف الشديد نحن نعلم جيدا ونفهم، أي سياسي يفهم، نعلم أنه النظام البايد هو نظام يعني أفسده كويس، يعني ما في مشكلة أنه هناك قضاء يمكن أن يحاكم، لكن أنا للأسف الشديد وهذه لابد أن أعترف بها، هؤلاء جاءوا بسياسة الانتقام والتشفي وكذا، يعني ما جاءوا بسياسة إدارة الأزمة. لو جاءوا بالسياسة إدارة سياسة الأزمة يعرفوا أين الخلل ويصلح ويحاكم الفاسد وإن شاء الله يقطع رقبته، ما في مشكلة يا أخي. نحن مشكلتنا في كيف يكون الكلام صحيح، كيف نحاكم يعني حكما عادلا، كيف نقيم العدل، كيف يعني كيف نحاول أن لا ننصرف إلى يعني هم انصرفوا من البداية، انصرفوا بدل يتجهوا يعني للقضايا. أنت لا ترغب في إعطاء جواب مباشر على هذه النقطة، لكن دعنا نعود الى أيوة النقطة الرئيسية. انا ودي ارجع لك اجيك النقطة الرئيسية، انه اعلان الجيش بانه علق المفاوضات او مشاركته في المفاوضات لكنه مستمر في البقاء في جدة، كيف يمكن فهم هذه الإشارة؟ واسمع الإجابة من السيد شريف ثم اعود لاستمع لوجهة نظرك حول هذه النقطة. طيب اول شكرا ثاني مرة ثانية. أنا حقيقة هو طبعا يعني من أجج هذه الخط وهذه الحرب وعمل عليها لمدة شهور طويلة هم الإسلاميين، هذا الأمر موثق تماما، موثق في فيديوهات، في رسائل صوتية، في حملات ممنهجة
تحث على هذه الحرب. صرح قادة الإسلاميين بأنهم إذا ذهب الناس إلى الاتفاق الإطاري هم سيشعلوا هذه الحرب. هذا الكلام قالوه صراحة وعلانا. حتى الوسطاء الموجودون الآن في مدينة جدة، حكومة المملكة العربية السودانية عبر سفيرها وحكومة الولايات المتحدة عبر سفيرها، هم كانوا شركاء في هذه المناقشات، وهم يعلمون تماما من هي الجهة التي دفعت هذه البلاد دفعا نحو الحرب. هذه الضغوط تعرضت لها القوات المسلحة، ونحن هذا الأمر أيضا ناقشناه بكل وضوح مع السودانيين والسودانيات في وسائل الإعلام ما قبل اندلاع هذه الحرب. هذه المزالة الأولى. المزالة الثانية فيما يخص، هو صحيح أنه ما زال الوفد القوات المسلحة، وكما أشرت أن هذا تعليق، والتعليق هو لمناقشة تفاصيل محددة في حال الالتزام بها سيتم العودة إلى طاولة المباحثات. نحن ما نعمل جيد هذه هذه القضايا العالقة. سيد فتح الرحمن، كيف تنظر إلى هذه النقطة خلال هذه الساعات؟ هل هناك أمل بالعودة إلى المحادثات من جديد ووفق أي معطيات؟ وأنا أعتقد أن هناك مجال أنه يكون هناك عودة للمفاوضات، ولكن من منظور جديد. أنا أعتقد ما هو التي ترعى هذه المفاوضات، أعتقد أنهم علموا جيدا أن هناك خلل وثغرة، ونحن ذكرناها بكم مقابلة عندكم هنا في القناة، اللي هي مسألة انسحاب قوات الدعم السريع من المستشفيات. كيف تعالج الناس؟ كيف تمر المساعدات الإنسانية وأنت تحت المكانهم، وأنت تختطف حتى الكوادر الطبية واختطفوا؟ وهذا ورد في بيان الجيش، واضح يعني ورد في بيان الجيش. نعم نحن أنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن ينسحب قوات الدعم السريع من بيوت الناس، وينسحب من المستشفيات ومن الجامعات، ويبطلوا النهب والرعب اللي أدخلوه في نفوس المواطنين. شكرا. يعني كيف أنا يعني وصلت الفكرة. أنا مضطر يعني وقتنا انتهى تماما وتجاوزنا حتى شكري لشريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، كان معنا من القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيفي من الرياض الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.